ده انت مفيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبلي ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطلق. وحسن رصيدي ما بيتطيش لحد. انا جاي وقاصد خير وبنتكم مش هبهدلها معاي. وبعدين ما تعتلش هم كفه لوازم شيء الجواز. انا عايز فطنه ببقجه هدومها، والمعاش بقجه تيجي بهدومها في ايديه وانا هتصرف. ها قلت ايه؟ علي انا قلت الصراحه. انت ما بتفهمش وما بتعرفش تتكلم يا اخي. على اساس ان دي حاجه ما تزعلش. انا لحد دلوقتي مش عايز اعمل حاجه تضايقك. نراعي العشره والجيره. ما تزعلنيش منك يا رشيدي. لحسن انا لما بزعل بزعل. انا شغال في المينا دي بقالي 10 سنين. الواد زيكا كلم لي حد في الاهالي هتعين على كادر مهندسين تاني. اسمعني بس يا حاج اسمعني، مش بس كده، ده هيركب لي ال 10 سنين اللي اشتغلتهم على الملف بتاعي. عارف مرتبها هيبقى كام؟ مرتب ايه تاني مينا يا حسن؟ هو انا كنت باش اواجري على كرمي ليا لما حفي عشان خاطر اخلي لك قيمه في المينا ديت عشان انت تفضل عايش في الطين ده هنا؟ انا عايزك انت، عايز اهتمامك. زمان ما كانش بيعدي ساعتين الا وتسال عليا. دلوقتي كل واحد بينام فينا ظهره للتاني، مبقتش تسمعني الا لو بطلب منك حاجه. انا مش عايزك تخافي، عمر الخوف والقلق ما هيغيروا حاجه. ما انت عارف يا حسن طول عمري لوحدي، انت اللي عودتني على حنيه الاب. مشيت طول عمري افضل في حضنك واموت كمان في حضنك. تموت ايه؟ يا بنت بعد الشر، ايه الكابه اللي انت فيها دي؟ كولي. عايز حاجه؟ صباح الفل يا شعبه. صباح الايه؟ صباح الاسد. صباح الفل يا عم سعد. صباح الفل يا حبيبي. عامل ايه؟ ايه يا عم مش تعدي علينا كده تصبحوا ولا تمسوا؟ انا كل ما بنعدوا عليك بيقولوا لنا بيصالح الاسد على مراته. ولا راجل كلمتين منك يا حلو. طب خد فشار. فاضي يا عم كسوه الشتاء ايه؟ يا ريس ايه يا عم جايبه بدري قوي كده ليه؟ معلش الواد عجوز فين؟ جوه يا عم. يا ريس صباح الخير يا وعلي. فل يا بلوز. الحق في ناس جايه هنا. ايه يابا رايح فين انت اهو؟ احنا عايزين ندخل جوه. مالك؟ ايه يا عم ممنوع عروض الصبح يوم الاحد والجمعه. دلوقتي بروفا تبقوا تعالوا بالليل. احنا ما جيناش نتفرج، احنا جايين نسال على والد عمنا. عرفنا انه بيشتغل هنا اللي هو مينا بلدينا. دياب. دياب انت قرايبه؟ ها ده كان شغال هنا من حوالي 6 7 8 اشهر وبعدين مشي. ما تعرفش مشي على فين؟ لا والله يا بلدينا ولا كانه كان معانا عايش ومال. لكن لسه في اسكندريه مش كده يا عم؟ احنا شعرفنا بقى اسكندريه قدامك واسعه، روح دور عليه في اي حته. انا لازم انا اتاكد بنفسي يا عم. واحنا نخبيه منك؟ خش شوف. خش سيبه عم شاعر. يا عم سيبه. خش خش دوروا عليه في كل حته. صح النوم يا جنب العمدي. ادي احنا داخلين على العصر اهو وبسلامتك لسه صاحي من النوم. ليك حق تنام من التعب. ترى ايه يما؟ هو انت كل ما تشوفيني تشطفيني بالشكل ده ما تستبحي قولي يا سوق. اسم الله ده الواد عنده دم وحسيس اهو. ياض يتلحلح شويه، اعمل اي حاجه بدل ما انت قاعد لي كده اهو في وشي زي قرد قطع. يعني يما انا فعلا نويت اعمل حاجه بس سايق عليك النبي يما، سايق عليك النبي لا تكسفيني ولا تبي فيا زي عوايدك. انا يما لقيت بنت الحلال وعايزك تيجي تكلمي اهلها. بتتكلم جد يا ولي؟ ربنا يكملك بعقلك يا ضناي، يا الف نهار نادي، يا الف نهار مبروك. ايه ده؟ يعني انت موافقه ياما؟ اخسى عليك يا ولي، ده انت ابن بطني وحبيبي، وهو انا في ديك الساعي لما افرح بيك؟ طب ايه اقولك بقى ان دي اول حاجه عيد لي تقولها من ساعه ما جيت. انا كنت عارف ان قلبك ابيض وهتقفي في صفي. اصل طالما ربنا ما كرمكش في السفريه دي خلاص يبقى من الاولى انك تقعد في البيت ونستتك بقى، ولا يعني عايزنا اسيبك تنحرف؟ ايوه انا كنت ناوي انحرف بس لحقت نفسي. عارفه ياما كلامك ده اداني حماس انني اضرب الارض تطلع شماريخ. شوف تحب نروح امتى ونتوكل على الله على طول من غير لكاعي. نروح امتى؟ يعني مش عارف اشكرك ازاي يا حسن على اللي عملته معايا. لولاك والله ما كنت عارف اعمل ايه. يا عم ما خلاص بقى، دي المره اللي عشان تشكرني فيها. انا عملت ايه؟ ده انا يا دوبك انقذتك من الموت. ايوه اوعى. تعالى يا عم مفيش حاجه. ايه يعني انت خايف من ايه يا عم انت؟ مش حاجه حصلت. طب واخدني على فين؟ تعالى بس قول لي. طول عمرك جدع يا حسن. يلا نط نط يا ولد. انط فين؟ هو انا عشان جدع جايبني مكان بخاف منه؟
دي اكتر مكان بحبه يا راجل. انزل ده. ايوه يلا يا عم انت بتهرج. يا واد نط يلا نط يا حسن. تعال تعال يا حسن تعال. يا عم اجي فين؟ ليش هتعطل عليك في اسئله بقى؟ تعال. موطي صوتك ليه؟ مسكت ايه؟ الشمس طالعه ايه؟ تعالى انت استنى بقى يا حسن. هلكتني معاك يا حسن. فين بس عزوز؟ تعالى بس بالراحة يا حسن. امسك دي وتعال امسك فيا. مالك يا علي؟ مالك؟ متلبش ليه؟ حسن بصراحة أنا خايف يا عزوز. ما تخافش تعالى تعالى. صباح الخير. صباح النور يا باشا. ازيك؟ أهلا وسهلا. لو سمحت عايز نسخة من دي تطبع على الكمبيوتر وعايز منها نسخة واحدة بس. النهاردة عايزك تصور لي نسخة اوكي عشان لو حصل أي حاجة وهديك نمرتي واسمي واللي أنت عايزه. حاضر. يعني سورد اسم حضرتك إيه؟ علي. علي السيد. ودي نمرتي. أيوة أستاذ هشام. صوري الورق أستاذ وخلي النسخة معاكي. حاضر. الورق. هياخد وقت عشان كتير. اسمك ورد؟ ايوه. على فكره ما تقلقش على شغلك هيطلع مظبوط صدقني. ودي بقى البيمة. بيمة؟ أنا مش فاهم حاجة. وإيه المكان ده؟ هو أنت يا ابني حكايتك إيه بالظبط؟ ما تستغربش يا أبو عمرو. أوقات كتير الدنيا بتجبرنا نعمل حاجات عمرنا ما كنا نحلم نعملها واصل. وأنت بقى الدنيا أجبرتك تعمل كده ليه؟ ليه تفضل هربان؟ مخدرات بقى ولا آثار ولا حكايتك إيه؟ لا يا صاحبي. ما تخليش دماغك تروح لبعيد. أنا إنسان عادي. زي ما عرفتني زمان بالظبط. بس الدنيا خلتني البس وشي تاني. وش البلاتشو اللي شفتني بيه؟ طب والوش الاولاني؟ ايه حكايته؟
دياب سالم لسانس أثار وباحث متخصص في اللغات القديمة. سانس أثار؟ الحرب بيها ده جدعان تضحك تضحك يا حسن تضحك. ايه انا كمان بضحك لما بقعد وقلب شريط حياتي بضحك. بضحك لحد ما اعيط. بس برجع اقول يا ابني اضحك يا واد يا دياب اضحك اضحك بدل ما تموت. تموت؟ تموت يا عم صلى على النبي كده. بقول لك صحيح دلوقتي بقى انا عندي مشكله كبيره ودماغي متلخبطه. هو انا المفروض اقول لك عسوس ولا اقول لك دياب؟ يا عم قول اي حاجه. الاثنين واحد. طالما الاثنين واحد اقول لك عسوس عشان عسوس انا اعرف عنه كل حاجه. دياب ما اعرفش ولا حاجه. ما تحكي لي كده هو في ايه؟ دي حكايه طويله يا احسن. حكايه قديمه قوي. يابا اخرها كان عند عمي الله يرحمه وقبله جدي وقبله سلسال طويل قوي يا حسن. وطار بايت بين عيلتين وطار حضانه مش قلت له بس يا حسن لا دي حرق الكلب وقهر اختاروا زينة العيلة النوار المتعلم اللي عنده مستقبل. عشان كده بقى كانوا بدور عليك. انا فهمت صح؟ وهيفضلوا يدور يا حسن حتى لو ماتوا هيجي ولادهم وولاد ولادهم يدوروا برضه. يعني ايه؟ بتخلص؟ ملهاش نهاية يعني؟ هتفضلوا كده؟ لا ليه؟ هيلاقوني هيسمعوا خبري. يا عم خبرك ايه بس؟ بكره توق وتحلى وتطلع للدنيا الواسعه يا صاحبي. ما تقلقش ربك هيسهلها. تفتكر يا حسن تفتكر واحد زي بظروفه دي ينفع يحلم واحلامه تتحقق كمان؟ طبعا ينفع تحلم. هو ما تخليش حد يسجن حلمك ده. المهم انت تكون مصدق حلمك ومصدق ان ده حقك. انت فاهم ولا لا يا عزوز؟ يعني ينفع احب يا حسن؟ ينفع احب واتحب واحس الحاجات الحلوه دي؟ طبعا ينفع تحب وتحب وتحس بكل حاجه حلوه ان شاء الله. حب رب راحتك، حب وما تفكرش في بكره حتى لو بكره ده بعيد، حب لو ليوم واحد بس، المهم تعيش مبسوط يا عزوز، انت فاهم ولا لا؟ حب ياض واتبسط. بس قول لي بقى، مين البت اللي شقلبت كيانك؟ شفتها فين؟ مين سعيدة الحظ اللي هتعيش في القصر ده كله؟ شفتها في السيرك يا صاحبي. ضحكتها سرقت قلبي. خليني باجي اروح اعمل كوبايتين شاي. شاي؟ هو هنا في كمان شاي؟ واه انت عايز تيجي لحد عندي في القصر ده وما عزمكش على كوبايه شاي؟ بس خلي بالك من الفراق. ما اكيد في فراق بعد الخرابه اللي مشيتني فيها. اكيد في هنا فراق. والعفاريت؟ عفاريت ده كان زمان عزوز خلاص. عندك سكر يا عزوز؟ حلوة؟ اللي تشوفه حضرتك. لو كان اللي اشوفه حضرتي ما كنتش سألتك السؤال. حلوة؟ شيك قوي حضرتك. اوكي قلعيها لي. Thank you.
المرة دي مستنيك ومن غير أعذار. يلا شوية 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 يلا 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 ايوه 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 خد انت خد يلا ايوه. الليلة دي فيها حاجة مختلفة، حاجة حلوة. تعال يلا خد. صوت المية، ريحة الهواء، حتى لون السماء. الليلة دي فيها، أقول لك إيه، أقول لك إيه، فيها طاقة إيجابية، فيها حب. خيالة. إزاي يا دكتور؟ أنت زي ما أنت، مفيش حاجة بتتغير، إحساسك بس بالمكان هو اللي بيتغير. أنت ممكن تقعد تتشحتف وتتكلم على اسكندرية وجمالها وسحرها، لكن كل ده إحساس مؤقت يروح مع أول إشارة بتقف فيها أو شارع مش نظيف بتمشي فيها، ترجع للعبس اللي حواليك. العبس؟ تقصد إيه بالعبس؟ عبس الحياة، عبس الحياة يا علي. بس ممكن نعمل حاجة للعبس ده عشان نجمله ونستحمله ونعمل حاجات حلوة، نشوف الحياة من زاوية تانية، من زاوية أحلى. تعال بس بس. زي إيه؟ الحب. تاني أنت؟ أيوة تاني. العصيب الحب. علي ما تزعلش مني. أيوة أنت اللي زيك ما عرفش الحب، لأنك بتحب نفسك زيادة عن اللزوم. الحب مش شبهك يا علي. لا شبه وبحبها، والله العظيم بحبها. بحبها 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 يا دكتور، والله العظيم بحبها. والله أكيد حبيت. أكيد مش فاتن ها؟ لا. ها؟ ما وصلتش؟ إكسلانس، ما تقدرش تتأخر. هي فين؟ وحشتك صح؟ جوازتك الأخرانية طولت حبتين، بس المهم إنك أنت تكوني طلعتي منها بالمفيد. طول عمري بطلع بالمفيد، ولا إيه يا أخي؟ واضح. كل ده علشاني مكان بريفي وشارل أزنافور. والله مفيش حاجة تكتر عليك يا سو، ده العادي بتاعي كله علشاني. كنت تضحك عليا المره دي وقولي انه علشاني. اكرم البدري ما بيضحكش على حد، لكن لو انت بقى عاوزه تضحكي على نفسك براحتك. مين ميرسي يا صالح. هانم ما تشوفيش وحش. اخبار الناس ايه؟ كنت عند سمير جاك وكان معاه عامر التوني وشويه كده من صحابهم اول مره اشوفهم. كانوا بيتكلموا في المجمع الصناعي الجديد اللي ناوي يبنيه. مجمع صناعي؟ مجمع صناعي ايه؟ هو فاكر نفسه لسه في الستينات بروح امه؟ قالوا حاسبينهم علينا رجال اعمال. بس 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 ما تقولش رجال، مشيها اعمال بس. كمان يا عيني يا ربي. وبعدين؟ عندهم مشاكل كتير قوي مع البنوك وبيدللوا كده على شريك ليهم. الناس دي مش فاهمة أي حاجة. البلد دي مش عاوزة اللي يدخلها فلوس، البلد دي عايزة اللي يشرب منها الفلوس عشان يفضلوا عايشين على أمل إنهم يعوضوها. يعوضوها إزاي يا أكرم؟ ممثلها تنشف
انا ما قلتش هيعوضوه، انا قلت على امان. بس شكلهم كده هيفقروهم كلهم جنبهم. والله مش دايما الفقر بيبقى حاجه وحشه، ياما في ستات فقراء اجمل مليون الف مره من ستات نسيوا ملامحهم من كتر البودره. جمال طبيعي كده وروح بجد. الفقر مغطيهم اه، بس لو بصيتي في عينيهم هتعرفي هم قد ايه اغنياء من جوه. اكرم الستات تلات انواع: ست بتاعت فلوس وبتحب الفلوس حتى لو عندها، ما يفرقش بقى معاها حلوه وحشه، المهم الفلوس. والنوع التاني بتحب تسافر وتدلع وتدلع ويتصرف عليها ويبقى معاها راجل طول الوقت عارف يدلعها. النوع التالت بقى بتاعت بيتها وعيالها، وانت معاك النوعين: ام العيال وبرنسيسة الدلع. بتدور على الجعان ليه ولا هو طمع وخلاص؟ تصدق يا سو، احيانا فلسفتك بتعجبني. انا كلي بعد، بس انت بتعند. هبطل عند فين؟ هنا ودلوقتي. صالح وي وي، اقفل الباب يا صالح. ايوه ياما خضتيني، انت قاعده كده ليه؟ كنت ياما وقفت الرجلين الثمان ساعات دي تعجز. الواحد لما كان بيشتغل في تنظيف الحمامات في الاوتيلات على الاقل كنا بنلاقي كرسي نقعده عليه. وانت ما طبختيش حاجه النهارده ياما؟ وانت ما ترديش عليا ليه؟ مفيش حاجه يا بنتي، همدانه شويه بس، خشي انت غيري هدومك. وانت زعلانه مني ياما؟ هنزعله منك ليه بس؟ والملك يعني مش فاضي في الدنيا مش قصير. مفيش بس في بنت يما. بس في ايه بقى؟ ابن الصرمة؟ ابن الصرمة عمل فيكي كده ليه؟ هو اللي عمل فيكي كده؟ كل يا ذكرى ما حصلش حاجة. ابوس ايديكي ابوس ايديكي يا ذكرى، انا اللي غلطانة، انا اللي خلقته عليا يا بنت. صدقيني الغلط ركبني من تحت لراسي. انت مصدقة نفسك؟ فوقي بقى عشان خاطري، فوقي. انت لازم تفهميني انت عايشه عيشه هنيه، الناس كلها هتبقى صارمه. حرام عليكي يا ماما. بس يا بنتي سيبيني، ما تقلبيش عليا الموضوع. كفايه سارتنا بقت على كل لسان جبتيه او وسخ راجل فيكي يا اسكندريه. فيك ده انا ما اتحسرتش على موت ابويا قد ما اتحسرت على جوازتك من الواسخ ده. يا ماما حرام عليكي. كنت عايزاني اعمل ايه يا بنت؟ عايزاني اعمل ايه؟ ابوكي سابني كنت لسه عيله صغيره. دورت على حتة راجل ياخد باله مننا ويحاجي عليا وعليكي. بتعملي فيا كده ليه؟ ده انتي عارفه كويس قوي. كفايه 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 يا ذكرى بقى. انا بقيت مش عارفه ادخل البيت ولا عايزه اروح، ما بقتش عارفه اغير هدوم، بخاف انام ياما اصحى الصبح الاقي راكب عليا ياما حرام عليه. اوعي تفتكري ان انا مصدقه انك مش فاهمه. بعد ما بياخد مزاجه منك بيلف عليا، وانتي عارفه وبتشوفيه وبتسكتي بتحطي بقك جزمه. سكتت كتير قوي ياما. عجبني الراجل ده. عجبك ايه؟ ايوه عجبني يا ذكرى. عجبك ايه؟ مالكيش دعوه بيه. ما تشيليه من نافوخك يا ذكرى، شيليه من نافوخك بقى. ما تقوليش راجل ياما، ما تقوليش خدته عشان يحل عليا وحل عليكي. انت خدتيه لكيفك ومزاجك ياما، لكيفك ومزاجك.